السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عايزين كل الشعب المصري يبقى سارة ومينا الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكريم، الشعب المصري العظيم، استهل حديثي إليكم اليوم بتوجيه تهنئتي لكل المصريين بتلك الأيام المباركة التي اختلطت فيها أعيادنا مسلمين ومسيحيين، فكانت أيام شهر رمضان الفضيل متزامنة مع خميس العهد والجمعة العظيمة وعيد القيامة. كل عام ونحن أمة كريمة ووطن عظيم، وطن يجمعنا بالخير والسلام والمحبة. السيدات والسادة، إن العهد الذي بيني وبينكم منذ أن تشرفت بالمهمة التي كلفت بها بأمر الشعب المصري العظيم هو عهد الصدق في القول والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من كل انتماء، الانتماء لله والوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى، وفي سبيل إنفاذ إرادة الأمة وتحقيق أحلام أبنائها. كانت خطواتنا ثابتة وراسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة. وعلى مدار سنوات مضت كانت التحديات عظيمة، ولكن نجاحاتنا في اجتيازها كانت أعظم. واسمحوا لي هنا أخرج على النص، لأن أنا عايز أقول الأزمات وأثرها لا تسقط بالتقادم. الأزمات وأثرها لا تسقط بالتقادم، وأنا بتكلم في النقطة دي تحديدا علشان إحنا يعني متواجدين في ظل ظروف صعبة بتمر بها مصر والعالم كله، وبالتالي محتاجين نتوقف كلنا كمصريين معنيين ومهتمين بالبلد هنا بأمانها واستقرارها ومستقبلها. عشان كده بقول إن الآثار لا تسقط بالتقادم، والخراب والدمار لا يسقط بالتقادم، ولكن هو آثار ممتدة عبر التاريخ لغاية لما نستطيع أن نتجاوزها، ولكن يبقى بعد ذلك إن دي يبقى تاريخ عندنا. أنا هتكلم هنا عن بعض الأرقام اللي ممكن تكون واضحة لينا كمصريين في مناسبة كريمة زي اللي احنا موجودين فيها، وأقول لكم إن احنا في مصر في أحداث 2011 و12 هقول أرقام، الأرقام دي كاشفة. أنا مش هتكلم على 13 و14 و15 و17 لغاية ما نحن فيه الآن، لكن أنا بذكرها دلوقتي يمكن حد يقول هو سياقها ليه؟ أنت بتتكلم في المواضيع دي ليه؟ أنا بتكلم في أسباب ما نحن فيه، بوصف حالنا اللي احنا محتاجين دايما نتذكره ونعرف ما الأسباب، الأزمة الكبيرة مش اللي موجودين احنا فيها دلوقتي، اللي تعرضت عليها الدولة المصرية خلال تاريخها الحديث، ليه هي كده؟ وما نزعلش من الكلام ده، لكن هقول لكم على أقل في 2011 و12 الأرقام دي هو حجم الخسائر اللي تعرضت لها الدولة المصرية خلال فترة أقل من 24 شهر. أنا هتكلم على يعني مؤسسات الدولة المصرية خسرت 37 مليار دولار و80 مليار جنيه، وكان ساعتها الجنيه أو الدولار ساعتها ب 8 جنيه، يعني ممكن نقول إن الخسائر دي كانت 10 مليار دولار. أنا عايز أقول لكم لما يكون في خسائر زي كده تحدث لدولة أثرها ما بتنتهيش، يعني إنها إيه، جه حد جديد تولى مسؤولية البلد، اللي فات مات. لا، اللي فات ما ماتش، اللي فات ده متراكم وله آثار، ولازم نبقى عارفين الكلام ده كويس في كل الموضوعات اللي هتكلم فيها النهارده. لما أقول النهارده إن في 2013 و14 لغاية 17 الدولة المصرية الجيش المصري كان بيصرف مليار جنيه كل شهر لمدة 84 شهر عشان الإرهاب.
الكلام ده ما حدش ذكره قبل كده وما اتكلمناش فيه قبل كده، لكن انا بتكلم فيه دلوقتي عشان مش كشف حساب، هو مش كشف حساب، هو محاوله مننا لإلقاء الضوء حقيقه على واقعنا وعلى الاثار اللي بتترتب على اي اجراء نعمله ونتكلم فيه. وان بعضنا من غير ما يقصد يوم يذكر موضوعات ويتكلم فيها وهو لا يدرك حقيقه الواقع. والمشكله الكبيره في ان التوصيف قد يكون مش متكامل. ان ما بقولش ان التوصيف خاطئ، التوصيف مش متكامل. انا بقول القوات المسلحه صرفت شهريا 1,000,000,000 جنيه لمده 84 شهر. ليه؟ عشان الارهاب. طب الارهاب ليه؟ عشان احنا فتحنا الباب في 2011 و12 لحاله من عدم الاستقرار ترتب عليها انتخابات غير مستقره جابت لنا قوة غير جاهزة لقيادة الدولة. أنا بقول الكلام ده مش عشان أنا دايما أقول الكلمة ديت وأرجو إن أنتوا يعني تقبلوها مني. أوعوا تتصوروا إن أنتم ولتوني مسؤولية إن أنا رئيس جاي عايز أمسك الكرسي فيه. لأ، ده كلام ما بيتغيرش ومش هتغير. الكلام اللي انا بقوله على حضراتكم ده امر لن يتغير. انا موجود من اجل انفاذ ارادتكم. طول ما ارادتكم موجوده انا احترمها واقدرها واتوافق معها، والعكس مش كده. فكان لابد ان احنا نتكلم في النقطه ديت دلوقتي في المقدمه ديت عشان نقول يا ترى ليه بقت بلدنا النهاردة بعد في ظل أزمات أخرى هنتكلم فيها برضو. لكن أنا عايز النقطة دي تبقى حاضرة لكل اللي حاضرين، اللي معايا واللي مش معايا، اللي بيتوافق معايا واللي مش متوافق معايا. بالمناسبة أنا مش هنا وانتوا هنا، الكلام ده أنا قلتها للإعلاميين في لقائنا. أنا مش هنا وانتوا هنا، يا أنا معاكم يا انتوا معايا. يعني أنا موجود معاكم هنا يا انتوا موجودين معايا هنا، لكن انا مش احنا مش اتنين، احنا واحد. وانا عايز اقول لكم ان الكلام ده احنا قلناه في البدايه خالص لما طلبت للترشح للمسؤوليه ديت. قلت الموضوع اللي موجود في مصر كبير قوي، كبير على اي رئيس، كبير على اي حكومه، لكن مش كبير على المصريين. وعشان كده يمكن النموذجين بتوع ساره ومينا اهو ناس موجوده ما بنشوفهاش ومش هنشوفها يمكن إلا بمناسبة زي اللي حصلت ديت. شوفوا، أنا عايز أقول لكم إن التصنيف الائتماني بتاع مصر تراجع 6 مرات في 2011 و2012، 6 مرات. 6 مرات. حجم التعدي اللي اهتم على الأرض الصراعية من 25 يناير ل8 فبراير 35,000 تعدي. خلي بالك انت واقف في الميدان وما تعرفش ايه اللي بيحصل في البلد. انت واقف في الميدان وما تعرفش ايه اللي بيحصل في البلد. البلد بتتخرب وبتضيع وبتتدمر بنوايا طيبه. بنوايا ايه؟ طيبه. انا بتكلم على ازمه صغيره خالص تعرضت لها مصر او ارقام صغيره بالنسبه للواقع اللي بعد كده. لما نيجي نتكلم في 2014 أو لما طلب الشعب المصري تغيير الواقع اللي كان موجود اللي أفرزته الأحداث والانتخابات في الوقت دوت. ويمكن كتير مننا بيقول هو المسلسل اللي اتعمل ده كان الهدف منه إيه؟ الهدف منه إن احنا نسجل بأمانة وإخلاص وشرف في وقت بينعدم فيه الشرف والصدق. يعني عادم فيه احنا بنزايد كتير، لكن احنا كنا حريصين. وانا اقدر اكد لكم ان على الاقل كل كلمه اتقالت في الوقت ده مع الناس الكبار يعني بمنتهى الدقه ده اللي حصل. طب معقول ان حد يبقى مختلف مع حد في افكاره يساعده ليه؟ طب يتآمر؟ ما يتآمرش ليه؟
ما يتأمرش ليه؟ مش كده ولا إيه؟ لا والله، وأنا بحلف بالله أبداً. وسبب النجاح وسبب التغيير إن لا كان في تآمر ولا في خيانة ولا في عدم إخلاص، لأن الإخلاص ما كانش لحد، الإخلاص كان لله وللوطن ده اللي ما يتحملش أكتر من كده. يعني أنا لما أجي أقف الوقفة ديت مع الرئيس مرسي الله يرحمه، أنا بقف مع مصر، بقف مع مين؟ مع مصر. لو اتأمرت عليه بعد ما تولى يبقى أنا اتأمرت على مصر، يبقى أنا إيه؟ اتأمرت على البلد، اتأمرت على 100 مليون، ضيعت حياة ومستقبل واستقرار 100 مليون. الحب هنا ملوش مكان، الفكر هنا ملوش مكان، الإخلاص والأمانة والشرف من أجل بناء وحماية وطن. وأنا بقول لكم والآخر، إحنا في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى هنقف قدامه، وكل واحد مننا بما فيهم أنا هتسأل على كل كلمة وكل فعل أنا فعلته في حياتي كلها، وطبعا في الفترة المهمة ديت. عايز أقول لكم إن الناتج المحلي اللي كان مقدر تحقيقه طبقا لحسابات يعني الوكالات والمؤسسات التصنيف في الوقت ده كان بتقول إن مصر هتعمل 8 تريليون جنيه حتى 2015، 475 مليار دولار، 475 مليار دولار. ده كان الرقم المتحقق. عايز أقول لكم إن كان معدل دخل الفرد طبقا للناتج المحلي ساعتها كان حوالي 2000 وشوية دولار، كان مقدر إنه في 2015 يبقى 4000 دولار. طب النتيجة كانت إيه؟ الاحتياطي خلص، الاحتياطي بتاع البنك المركزي اللي كان موجود واللي تم بناؤه في سنين طويلة انتهى في الفترة ديت، نسبة البطالة طلعت 14%. هو الكلام ده لما يتعمل يبقى انعكاساته على الدولة إيه؟ وبالمناسبة بقى ما كانش حد يقدر يحل المشكلة دي خالص. يعني لو كان الفريق أحمد شفيق هو اللي نجح كان ممكن ينجح في الموضوع، في التحديات اللي موجودة دي؟ طب أي حد تاني بما فيهم أنا؟ لا. لكن لازم تعرفوا، وبقولها لكم برضو للتاريخ، أنا قلت قبل كده بس ممكن نكون نسينا، لولا تدخل الأشقاء العرب، الأشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات، بقول كم؟ عشرات المليارات من الدولارات في 2013 و14. أنا بقول لكم لم تكن لمصر قائمة حتى الآن. الكلام ده يزعل، الكلام ده يزعل، هو الحقيقة تزعل، هي المواجهة الحقيقية تزعل. هي مش لازم تعرفوا ان اللي انتوا ربنا سبحانه وتعالى حققه لكم تمسكوا عليه كده بقى ولا ايه؟ ولا تاني، احنا 2011 ربنا سترها ونجانا، 2013 ربنا سترها ونجانا، حتى في أزمة كورونا اللي الدنيا كلها كانت بتتأذى منها ربنا سترها معانا ونجانا. وإحنا في 2022 دلوقتي في الأزمة الأوكرانية بتداعياتها الكبيرة على العالم كله، بأكد لكم مش أنا اللي هنجيها ولا أنتم، هو ربنا برضه هينجيها. مش عايز اطيل عليكم، بس ارجو ان احنا نبقى دايما متذكرين الكلام ده على انه ده واقع احنا عشناه ونتائجه واثاره كانت مدمره. انا عايز اقول لكم لما نيجي نتكلم على شهدائنا، ده رقم اخر، هو اللي خلى احنا دخلنا في الارهاب ليه؟ طب ما هو كانت مصر بغض النظر عن اللي كان موجود قبل كده في 2010 و9 رضانا من عدمه. يا جماعه اوعى تفتكروا ان انا محسوب على حد،
اوعوا تفتكروا ان انا محسوب على حد او بدافع عن حد، لكن انا هقول لكم وافكركم واحنا في شهر كريم، ان المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قد يكون احيانا الوقت مش مناسب لقول الصدق، فتسكت لغايه لما يجي الوقت اللي تقوله عشان الناس تعرف. هو الفصيل اللي كان موجود معانا دوره في التشكيك وبناء حاله عدم ثقه في مجتمعنا المصري توقفت على مدار 90 سنة. طب خير يعني؟ طب هي اثرها ايه؟ اثر ده ايه لما انا اقعد من خلال تواجد في قواعد المجتمع ومفاصله واقعد اتكلم على ان انا اشكك في كل حاجه زي ما حتى بيحصل دلوقتي. هو الناس ما بتسمع، والناس بسيطه، والناس مشغوله بحالها وبظروفها المعيشيه، هيقعد يفرز بقى ويناقش الموضوع ده صح ولا غلط؟ لكن يبقى المثقفين والمفكرين والسياسيين والاعلاميين، عليكم مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى في الحفاظ على البلد ديت، في الحفاظ على مصر، حتى يعني نتجاوز مش الأزمات ديت، حتى يتشكل وعي حقيقي لدى مجتمعنا قادر على أن يكون هو الكتلة الصلبة في مواجهة كل المحاولات اللي بتتعمل ديت. لما التقيت بالإعلاميين في توشكا، فبقول لهم سيدنا سليمان حكم لأختين كان عندهم بيتصاروا على طفل، فقال الاثنين بيحلفوا، طب هعمل ايه؟ هو ما يعرفش يعني، وبيصر على ان كل واحد بتقول ده ابني، فقال طب اقطعوا اثنين، هاتوا السكينه اقطعوا اثنين. فصاحبة الام قالت ايه؟ خدوه بس ايه؟ يعيش. خدوه ايه؟ بس يعيش، مش مهم يعيش معايا، المهم يعيش، مش مهم مصر تبقى معايا، المهم مصر تعيش. أنا والله صادق معاكم، والكلام ده أنا قلته في أحد جلسات المجلس العسكري أثناء 2011 وقبل الانتخابات بست شهور. بيقولوا مين اللي جاي؟ فقلت لهم الإخوان. فحصل نقاش، قلت لهم بلد بالإخوان ولا مفيش بلد؟ اختار. ساعتها زمايلي اللي كانوا موجودين في المجلس ساعتها بصوا لي قال لك ما هو يعني الراجل ده برضه ممكن يكون يعني ايوه احمد اه والله قال لك معقول بقى ما هم موجودين في كل حته. لا 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 لا، ربنا يلهمنا الصدق والصواب والقدرة على التمييز. ففهمناها سليمان. قلت لهم لا، هو ده رأيي. جم. طب وكان البديل ايه؟ انتوا شفتوا حاجة واضحة وصريحة، تهديد حقيقي مباشر، مش كده ولا ايه؟ طب وقتها المواطنين والرأي العام في مصر كان ساعتها بعد ما تم تشويه الجيش لمدة 1.5 سنة والإساءة لي بقتل الناس في أحداث محمد محمود وقتل الناس في مزبيرو وقتل الناس في بورسعيد والمجمع والتشويه اللي استمر على مدى 1.5 سنة، كان يحصل اقتتال تروح فيها مصر وممكن يروح فيها جيش. وانا عايز اقول لكم لما دايما اقول ايه، قارنوا ما بين الوضع اللي احنا فيه دلوقتي والوضع اللي فيه دول اخرى دخلت المسار ده برضه، يا ترى مين منهم نجا؟ مين؟ مصر بس. طب ليه بقى؟ طب ليه بقى؟
موضع ادخلوها بسلام آمنين موجود في القرآن في ثلاث حالات أو في ثلاث مواضع فقط، لمصر وللجنة وللكعبة للحرم بس. يعني يعني في يد اللطف والمعونة بتساعدنا، ولازم نسجل ده وأسجله هنا وبكل تواضع وكل شرف إن ربنا يفضل يساعدنا، يفضل يساعدنا. اوعى تفتكروا يا رب بس إن احنا نحط الصورة جنب بعضها، صحيح نحط الصورة للواقع اللي مر بيه مصر خلال العشر سنين اللي فاتوا دول، ونقدر الصورة دي تبقى دايما حاضرة في ذهننا عشان تفضل البلد دي بلد مستقرة. وأنا بفطر دلوقتي بقيت أقول يا حول كلمة صعبة لكم جميعا، والله العظيم ثلاثة أنا مستعد أكل ربع لقم ربع أكل لمدة سنة بس هي تعيش. الشعب المصري شعب صلب قوي وواعي وفاهم، أنا بتكلم عن ناس البساط خالص اللي في الشوارع اللي احنا من يمكن من ما بنقابلهمش كتير، بس خلي بالكم أنا واحد منهم. يعني أنا حبيت أقول لكم إن عشان بس في كلام كتير على موضوع الأزمات اللي موجودة وكورونا والأزمة الأوكرانية وتأثيرها والأسعار، رغم إن احنا هناخد إجراءات يعني بنحاول نخفف من أثرها، لكن الموضوع الأكبر منه مش لقمة العيش بس، الاستقرار، الأمن، السلامة، ده أهم حاجة دلوقتي، لأن اللي بعد كده ممكن يتحل بده، لكن لو ما فيش ده موجود لا هنقدر نحقق دي ولا هنقدر نحقق دي. السادات والسادة، إن العهد بيني وبينكم منذ أن تشرفت بالمهمة التي كلفت بها بأمر الشعب المصري العظيم هو عهد الصدق في القول والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من كل انتماء، الانتماء لله والوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى وفي سبيل إنفاذ إرادة الأمة وتحقيق أحلام أبنائها، كانت خطواتنا ثابتة وراسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة. وعلى مدار سنوات مضت كانت التحديات عظيمة، ولكن نجاحاتنا في اجتيازها كانت أعظم، وكانت حملات التشكيك والتشويه ممنهجة ومكثفة، فكانت الإنجازات هي الرد عليها. كان الإرهاب الغاشم يسعى للنيل من عزيمتنا وإرادتنا، فكانت دماء المصريين وتضحياتهم هي الثمن المدفوع لتبقى مصرنا عزيزة وقادرة. اسمحوا لي أكلمكم باختصار شديد عدد شهدائنا اللي سقطوا خلال المواجهة من 2013 وحتى الآن، 3277 شهيد و 12280 مصاب، والمصاب اللي بنتكلم عليه هنا والمصاب اللي تمت اللي أصيب إصابة تعيقه عن العودة مرة تانية، بقول تاني 3277. الكلام ده ما اتقالش قبل كده خالص، احنا لم نذكر أرقام شهدائنا ولا مصابينا خلال السبع ثمان سنين اللي فاتوا، بس أنا بذكره هنا دلوقتي لأن أتحسب أخاف إن بعد الموضوع ما استقر في سينا الناس إيه؟ تنسى. ما تنسوش، ما تنسوش تفجير مديرية أمن القاهرة، ما تنسوش تفجير مديرية أمن الأهلية، ما تنسوش تفجير أبراج الكهرباء، ما تنسوش ما تنسوش. ده تمن دفعناه، مش أنا اللي دفعته، ده كلنا دفعناه، البلد دي دفعت تمن كبير قوي عشان تصل إلى ما نحن فيه. الوضع اللي احنا فيه ده في طريق مملوء بدماء وتضحيات ناس كتير وأسر. لما أقول 3277 أو 3300 على سبيل المثال، يعني معناها 3300 أسرة مصرية بتتألم وهتتألم طول ما احنا طول ما هم موجودين. دول دفعوا الثمن ده ليه؟ عشان البلد دي تعيش. لما بقول ان الجيش دفع 80 مليار 84 مليار جنيه
خلال السبع ثمان سنين اللي فاتوا دول، بسجل ده لان الرقم ده كنا لازم ندفعه، دي تكاليف الصراع معاهم. خلاص الموضوع خلص. طب اعلن بقى ان سيناء اصبحت ايه؟ اصبحت خاليه من الارهاب. لما نخلص ازاله العبوات الناسفه والمتفجرات اللي كانت موجوده واللي حطوها في حتت كتير من رفح والشيخ زويد والعريش، نقدر نبقى ساعتها نعلن ان تم تطهير او انتهاء الارهاب في سيناء. انا شايف اهلنا من الشيوخ وعواقل سيناء، برحب بيكم، كل سنه وانتم طيبين. طبعا، وبسجل لكم بكل ربنا يحفظكم ويحفظكم. لأن بتعاونكم وصبركم والمعاناة اللي أنتم عانيتوا فيها خلال الثمان سنين اللي فاتوا دول، إحنا كمسؤولين مش هننساهم. ولما بقوله دلوقتي معانا هنا بقوله عشان المصريين ما ينساهمش. واللي بنعمله في سيناء من محاولة إن إحنا يعني نعمل تنمية حقيقية لها، هو في الآخر أمر مستحق تستحقوا إن إحنا نعمل ده وزيادة ونصرف على ده ونزيد. لكن أنا حبيت بس أقول لينا كلنا إن إحنا مش عايزين، وإحنا لأن إحنا كنا بنفتكر في كل وقعة استشهاد نفتكر الموضوع ده، الموضوع خلاص خلص، بس خلص بالتمن، تمن كبير. فبنشكركم وتحياتي لكل أهل سيناء، أنا باسمي وباسم كل المصريين. وانتوا طيبين. وانتوا طيبين. شكر. اللهم امين يا رب. شكر. شكر. من فضلكم بس عشان ما اطولش عليكم، لما اخلص كلام حدي فرصه. اتفضل. حاضر. كل الدعاء لكل الشهداء، كل الدعاء لكل شهدائنا. حاضر حاضر حاضر. وبقراءة سريعة على دفتر الإنجاز اليومي القومي على مدار السنوات التي تلت ثورتنا العظيمة في 30 من يونيو 2013، نجد أننا معا قد صنعنا مجدا نفتخر به مجددا، صنعته دماء الشهداء الأبرار وسواعد العمال والفلاحين الشرفاء وعقول العلماء والمفكرين والمثقفين. وأصبح الوطن مساحة مشتركة تجتمع فيها أحلامنا للغد. وفي سبيل إعادة بناء قدرات الدولة المصرية، تحملنا معا دولة وشعبا تحديات هائلة وضغوط كثيرة. فقد توازت جهود إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة مع تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، وقد تحمل المواطن المصري الآثار الناجمة عن تلك الإصلاحات، وكانت في طليعة المسيرة المرأة المصرية العظيمة، والتي لم تتوان في لحظة عن أن تكون في مقدمة صفوف العمل الوطني. واسمحوا لي برضو هنا أنا هتوقف وأقول إن إحنا كان عندنا خيارين، خيار إن إحنا نعمل اقتصاد حرب ونقول إن إحنا بنحارب إرهاب على كامل أرضنا على حدودنا عشان أهلنا في مطروح ما يتألموش إننا ما على حدودنا الغربية على امتداد 1200 كيلو من أول السلوم لغاية حدودنا مع السودان، ومن حدودنا مع السودان أو مع ليبيا لغاية البحر الأحمر خط 22. أنا عايز أقول لكم ده كان أمر ممكن يقبل وكان يبقى
التغطية والحشد الإعلامي سبيل ليه؟ ما احنا بنحارب صحيح. يبقى نوقف كل حاجة السبع ثمان سنين دول لغاية لما المعركة دي تنتهي وخلاص. وبالمناسبة احنا كنا شايفين ان ده كان هدف من اهداف الارهاب الحقيقية، ان تتوقف الامور في مصر حتى تتداعى قدرة الدولة المصرية وتبقى سهلة مرة بعد كده تسقط. فكانت المعركة معركتين، معركة مواجهة الإرهاب ومعركة البناء وإعادة بناء الدولة بجد. عايز أقول لكم لما نيجي نتكلم النهاردة على 7-8 تريليون جنيه تم إنفاقهم خلال السبع سنين اللي فاتوا، أنا عايز أقول لكم الرقم ده لو بناخد القرار دلوقتي بعد ما الإرهاب انتهى، لو بناخده دلوقتي يبقى الرقم المفروض يتعمل محتاجين 14-15 تريليون جنيه، والوقت اللي هو 7-8-10 سنين عشان نوصل لده. لما بتكلم في النقطة دي بقولها ان احنا دخلنا على محورين. انا مش هنا مش بعظم الدولة ولا بعظم الحكومة، انا بعظم إرادة الشعب، لان الكلام ده مش انا اللي عملته، مش الحكومة اللي عملته، ده انتوا اللي عملتوه. اللي اتعمل ده النهاردة كان عندنا مشكلة طاقة كبيرة جدا جدا. كان مين النهاردة يقدر يقول ان احنا نعمل استثمار في الصناعة واحنا ما عندناش كهرباء؟ كان ممكن يقول ان احنا مستعدين ندي لكل دول الجوار بدون استثناء اي كميات كهرباء هم عايزينها واحنا ما عندناش كهرباء، ما عندناش كهرباء تكفينا. احنا خلال سنتين ونص تقريبا ضاعفنا انتاجنا من الكهرباء وبقى عندنا فقد 20% من الكهرباء ديت. انا اقصد اقول كل قطاعات الدوله المصريه، وما ننساش كل قطاعات الدوله المصريه، وارجو ان احنا ما ننساش، لم يتم يعني ايه تأجيلها، لا قطاع طاقة ولا قطاع نقل ولا قطاع صحة ولا قطاع تعليم ولا أي حاجة. بس خلونا نتوقف هنا. الكلام اللي أنا بقوله ده أنا كررته كتير عشان ما حدش يقول ليه أنت بتكرره. بتكرره ليه؟ بتكرره لأن هو ما زال التوصيف ما تغيرش. أنا بقول لكم لما يكون في 2 مليون 2 مليون ونص بيزدادوا كل سنة، أنت محتاج 60 ألف فصل على اللي موجود. لما الكلام ده يتعمل في 10 سنين يبقى انا عايز 600 الف فصل. ال 600 الف فصل دول لما اقول الفصل بين ال 500 والمليون يبقى ما بين ال 30 مليار وال 60 مليار، ده غير تشغيله. عايز احط للتعليم دوت ما يقرب من مليون مدرس. بكام؟ ده انا قلت كتير قبل كده واحنا بنتكلم مع بعض، من فضلكم قول منين وبكام، منين وبكام، خليها حاضرة بذهن عشان تبقى عارف الأمور بتمشي إزاي. طب وإحنا لما اتفقنا مع بعضنا في الأول لما قلنا إن إحنا مع بعض النهاردة كنا 80 ساعتها والنهاردة 100، هو إحنا نمونا كقدرات دولة زادت بما يوازي ال 20 مليون اللي زادوا دول؟ أنا ما أقصدش بالكلمة دي حاجة عشان كلمة زيادة وزدنا، لكن عايز أقول ده يتحط في التوصيف. ده حلنا اللي أنا بقول عليه، ده حلنا ما ننساهوش ابدا عندما توصف المساله وعندما تطرح حلول لها وعندما تتحدث في الشان العام. مش مرفوض ابدا انك تتكلم، اتكلم ما شئت. لو انا ما عرفتش ارد عليك وانا قاعد هنا انا المفروض ما اقفش في مكاني، يبقى انا مش عارف الحكايه فيها ايه. في كل قطاع هتكلمني فيه هقول لك اللي قدرنا نعمله ده، والباقي لسه مش قادرين. كنت التقيت مع يعني احد المفكرين او رسام الكاريكاتير، فبتقول لي ان الولاد بنقول لهم ان مصر دايما يعني تقدر تعمل كل شيء. قلت لها مش معاك، ازاي تبنوا في نفوس اولادنا ان احنا نعمل كل شيء؟ لا، احنا ما نقدرش نعمل كل شيء، ولازم نبني في الشخصيه المصريه ان في قدرات اقدر اعملها وقدرات ما اقدرش اعملها. اقدر اعمل ده لأن إمكانياتي تسمع، وإلا بأن أنا ببني انطباع ويعني سياق وجداني في الناس مش إحنا مش قادرين عليه. فأرجع على ما بقول، بتكلم على أن كل قطاعات الدولة. طبعا أنا هقول لكم على حاجة، الدكتور وزير الصحة موجود، إحنا المفروض تبقى للمعايير الطبية يبقى فيه 2.8 دكتور لكل 1000 ولا 10,000؟ كل 1000 فضل، لكل 1000. احنا عندنا 1.4 1.4 فضل 1.4
حد يقول لي طب ما الدكاترة بتسيبكم وتمشوا، صحيح؟ طب ليه؟ لأن اللي أنا بقدمه له أقل من الممكن إن هو ياخده في أي حتة في العالم، مش كده خالد؟ أي فندم. اتكلم. اتكلم. إحنا عندنا نقص فن فعلا في عدد الدكاترة مقارنة بعدد المواطنين، ولكن يعني طبعا من ضمن العوائق اللي موجودة إن عدم يعني وجود الدخل المناسب للأطباء اللي يجبرهم إن هم يقدروا إن هو يكونوا موجودين في العمل، وبالتالي هم مؤهلين تأهيل عالي جدا وممكن يكونوا بيستقطبوا في كثير من دول العالم، ولكن يعني الموجودين بيؤدوا دور كبير جدا من خلال منظومة الطب الواسعة اللي سادتك، حتى يعني من خلال المبادرات الرئاسية قدرنا ان احنا نخدم اكتر من 83 مليون مواطن في اخر 4 سنين. شوف يا خالد، انا هقولك وبقول لكم الكلام اللي بيقوله دكتور خالد ده، ان مهم قوي انك انت تقول ايه، ان رغم كل الظروف اللي احنا بنتكلم فيها ديت، انما المبادرات اللي تم اطلاقها في الخمس ست سنين اللي فاتوا دول، الفيروس سي والامراض غير السارية وحاجات اخرى تانية، كان الهدف منها حتى قائم الانتظار ان احنا وإن كنا مش قادرين نوفر الرقم المناسب للحجم المطلوب ده، مش كده؟ إنما عملنا مبادرات، أنا بقول كده ولازم الناس تبقى عارفة كده. أنت النهاردة عشان تعمل تأمين طبي مظبوط وتعمل تعليم مظبوط عايز أرقام مش موجودة يا جماعة، وده كلام ما يحبطش حد. الكلام اللي أنا بقوله ده ما يحبطش حد. طب بقى حطه في الاعتبار، تقول لي إزاي نعمله؟ إزاي نقدر نحقق ده؟ فأنا بس عايز أقول، اتفضل دكتور خالد، اللي أنا عايز أقوله في النقطة ديت إن رغم كل التحديات اللي احنا بنتكلم فيها ديت، هو النهاردة تتصوروا لو كان حجم الناتج الزراعي بتاعنا اللي موجود دلوقتي وعدد سكان 40 مليون أو 50 مليون، تفتكروا كان كفاية ولا مش كفاية؟ لا كفاية. وزيد وزير الزراعة يرد علي، لا يبقى إيه؟ كان كفاية. احنا مش كده يا فندم ولا؟ اذا كنت انت عملت اكتفاء ذاتي في معظم السلع والحبوب والخضروات عدا القمح، مش كده يا فندم؟ طيب ده على ايه؟ على ال 100 مليون. القمح اللي احنا بنتكلم عليه، احنا بنتكلم على انتاج محلي 10 مليون 10 مليون طن. ال 10 مليون دول، طب انا بروح اجيب 7 8 اكتر اقل شويه من بره عشان اكمل ده. اذا لو انا عندي عدد 40 مليون او 50 مليون، انا اتصور ان الرقم اللي احنا انتجنا الذاتي كان يكفي حاجات الناس، وكلام ينطبق على حاجات كتير. اتفضل حضرتك. فاللي انا عايز اقوله باختصار شديد، لما بنتكلم على ازمه دلوقتي، قلت ان الاثار بتاعه الازمات والمعالجات بتاعه الازمات والمسار اللي احنا ماشيين فيه لا تسقط بالتقادم. ده موضوع تراكمي الدوله بتتحمله والشعب بيتحمله إذا كان عايز يخرج مما هو فيه ويعمل تنمية حقيقية. هل الكلام ده يحبطنا؟ لا والله، يحبطكم ليه؟ خالص. طب يعني ده مداعبة مشاعر الناس بكلام جميل؟ لا والله، طول ما احنا بنشتغل. احنا الكلام اللي قلناه واحد برضه ساعة الانتخابات، قلت كلمة واحدة: العمل والصبر. في جديد؟ في جديد؟ في اختلاف على اللي انا قلته؟ هل وعدتكم بحاجه خلال الحمله؟ قلت ال 100 يوم الاولانيين، ولا الكلام اللي بيتقال ده من ناس تضحك على الناس، تضحكوا على الشعوب ويدوهم كلام غير قابل للنجاح؟ لا، ما حصلش. احنا قلنا ان التحديات اللي موجوده في البلد دي تحديات ضخمه جدا، والتحديات دي محتاجه اراده شعب مع الدوله عشان تقدر تتجاوز هذه التحديات وتنجح فيها. كلام ما اتغيرش. طب واحنا ماشيين في ازمات؟ احنا مش هو ازمه كورونا دي احنا كنا، احنا مالنا؟ ده ربنا سبحانه وتعالى، واحنا مش سمعا وطاعا. الازمه الاوكرانيه الروسيه، احنا بعيد عن الكلام ده، لكن اثارها تمتد علينا، اثارها تمتد علينا وتؤثر فينا. المهم احنا تؤثر نبقى يعني مكبلين الايدي ونسكت، ولا نتحرك ونشتغل؟ لا، نتحرك ونشتغل. المهم لا نفقد ابدا الامل، ولا ابدا يحيط بينا احباط او ياس. مفيش كلام من ده. طول ما الانسان موجود بيقابل تحديات، وطول ما هو بيعمل ربنا سبحانه وتعالى بيعينه عليها. وقد تحققت ثمار الاصلاح وانعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي، فقد حققت مشروعات البنيه التحتيه والطاقه نتائج مذهله،
عززت من قدرات الدولة ورفعت من قيمة أصولها، وجعلت مصر مقصداً للاستثمار الأجنبي، كما انخفضت معدلات البطالة بعد أن وفرت المشروعات القومية المنفذة فرصاً للعمالة، كما تم تحقيق نقلة نوعية في إنشاء مدن الجيل الرابع بعد أن تم إنشاء عدد من المدن الجديدة بطول الجمهورية وعرضها لسد الفجوة ما بين الطلب على الإسكان والمعروض، وذلك لتوفير الوحدات السكنية اللازمة لشباب مصر. ودارت عجلة البناء والإنتاج في كل المجالات والقطاعات، وكان المواطن المصري وتوفير مقومات جودة الحياة هو الهدف الأنبل والغاية السامية، فأطلقنا مبادرة للصحة حققت نتائج ملموسة ومؤثرة انعكست إيجاباً على صحة المصريين، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من أكبر مشروع تنموي لتطوير الريف المصري في التاريخ، حياة كريمة. وقف قدام حياة كريمة وأقول النهاردة البرنامج ده، كان ده سؤال سألت بيه أثناء وإحنا موجودين من جانب الإعلاميين، قالوا لي أخبار حياة كريمة إيه؟ قلت لهم ده برنامج إحنا أطلقناه وإن شاء الله مستمرين فيه. الأرقام المالية المطلوبة لي، والدكتور مصطفى يرد عليا، عندكم مشكلة في 700 مليار يا دكتور؟ من فضلك الميكروفون عشان بس نطمن الناس. اتفضل حضرتك. احنا بنتكلم هذا المشروع يعني عشان بس نبقى عارفينه، احنا بنعيد بناء بلد كامله لما يكون الريف المصري بيقطنه 60 مليون بني ادم، وبتدخل تعمل تطوير كامل لستين مليون بني آدم. إحنا ممكن يبقى في مجموعة دول حوالينا ما بيجيبش 60 مليون. هذا الريف اللي كان مهمل لآلاف السنين، إحنا كحكومة، ومعنيش يا فندم يعني اسمح لي، إحنا مش قاعدين في مكاتبنا، إحنا في كل يوم بننزل في الشارع، وفي كل مرة كنت بنزل أي قرية، وأعتقد يعني كل أعضاء مجلس النواب وسيادة المستشار كانوا دايما يقولوا لنا الصرف الصحي، حرام تسيبونا بهذا الشكل في الريف، هتسيبونا كده لغاية إمتى؟ فلما سيادة الرئيس أطلق هذا المشروع، هو مش مشروع، إحنا بنعيد بناء بلد كاملة. المشروع كان بدايته إن إحنا بالحسبة كده بالتقدير إحنا بنتكلم على 600 مليار، لكن النهاردة مع الدخول في التفاصيل، لأن هذه القرى لما نشئت مفيش تخطيط، مفيش أي حاجة، كل واحد كان بيبني على مزاجه اللي هو عايزه، أنا آسف أقول هذا اللفظ، من غير أي نوع من النظام. فكل قرية لوحدها هو تحدي في حد ذاته. أنا عندي 4500 قرية ب4500 مشروع، تحدي كبير. فابتدينا لما بندخل في التفاصيل ونشوف إن إحنا ما عندناش حتى رسومات للشبكات اللي موجودة اللي اتعملت، لو كانت معمولة من 40 و50 سنة، لقينا حجم تحدي فوق الخيال. أسهل شيء إن أنا أبني شيء جديد، أرض فاضية أدخل أبني عليها، لكن أصعب شيء إنك أنت تدخل على مجتمع قائم، وللأسف مجتمع فيه كل المشاكل والتحديات، وتحاول تصلحه. التكلفة 3 أضعاف إنك تبني حاجة جديدة. فكان هو ده التحدي اللي إحنا كان لازم نشتغل عليه. عشان كده مع مرور الوقت وكل ما بندخل وعايزين نعمل تطوير أحسن، نلاقي غصب عننا التكلفة لازم هتزيد، لأن في أنشطة لما بدأنا الفكرة ما كانتش معمول حسابها. لما دخلنا ولقينا، أنا آسف أقول، بيوت ما فيش أسقف، ناس عايشة يعني مش مجرد أنه قاعد في بيت ما فيهوش صرف صحي ولا كهرباء، لا ده ما فيش بيت أصلا، شوية حوائط من الطين وما فيش سقف. فالنهاردة دول أحجامهم قد إيه؟ أرقام كبيرة جدا. مش هينفع أن احنا نمشي من القرية ونسيبهم، فلازم نطور أنشطة كتيرة جدا. وجدنا إن إحنا محتاجين، لازم إن إحنا ندخل. فعشان كده هذا المشروع النهاردة تكلفته بدل ما كنا بنبدأ ب600، النهاردة بتتجاوز 800 مليار، وممكن تبقى أكتر من كده. لكن لا يوجد بديل لينا كدولة غير إن إحنا نفضل في تنفيذ هذا المشروع. المشروع غير إن هو فقط بيعمل هذا التطوير الهائل لحياة كل المصريين، بيخلق ملايين من فرص العمل في القرى اللي كان شبابها بيضطر، أنا آسف، نتيجة لعدم وجود فرص العمل، يا إما يهاجر يطلع للقرى المدن الكبيرة، يا إما، أنا آسف، زمان وخلينا نفتكر كان ياخدوا المراكب ويطلعوا على دول تانية عشان يلاقوا فرص عمل. النهاردة قدرنا من خلال هذه المشروعات القومية نخلق ملايين من فرص العمل. طب كان إيه البديل؟ خلينا نرجع في فخامة الرئيس. أنا يعني
حضرتك قلت رقم مهم جدا، احنا بادئين في 2012 و2013 كانت نسبة البطالة 14 و15%. احنا النهاردة واحنا في عز أزمات عدت عليها أزمة كورونا، وفي عز أزمة زي الأزمة أوكرانيا، احنا بقت نسبة البطالة 7.5 مع زيادة السكان. يا ريت كانت السكان كمان ثابتة، لا ده احنا السكان بيزيدوا وبنعمل فرص عمل بأضعاف مضاعفة عشان شبابنا. طب كان ايه الحال لو كانتش المشروعات دي اتعملت؟ كانت وصلت النهارده نسب البطالة قد ايه؟ 20%. يعني معنى كده ان كان هيبقى 20% من الشعب المصري، انا اسف اقول، مش لاقي ياكل. احنا لازم ناخد بالنا من حجم الانفاق والاستثمارات اللي الدولة حطتها. الهدف الرئيسي كان منها ازاي نخلق فرص عمل لشباب في ظروف كانت الدولة موجودة فيها، وكان القطاع الخاص غير قادر في الظروف الصعبة اللي كانت موجودة انه يعمل هذا الكلام. ظروف كانت غير مستقرة، احداث اقتصادية صعبة، بالكاد كل هم كان القطاع الخاص ان هو يحافظ على اللي موجود في ايده. لكن كان ايه البديل؟ كان لازم الدولة تدخل وتندفع في تنفيذ هذه المشروعات الكبيرة اللي مش مجرد بتغير شكل البلد وبتعمل بنية أساسية إحنا بقالنا 50 سنة محتاجينها، لكن كمان كانت بتخلق فرص عمل لملايين الشباب اللي كل سنة بيدخلوا سوق العمل، ولو ما فيش هذه الفرصة هو بيتحول لإيه؟ لكاره وناقم لهذه البلد، ويبقى قدامه يا إما يبقى أنا آسف يعني يغرق في حاجة زي الإدمان، أو يتحول إلى شخص إرهابي كاره للبلد عايز يدمر هذه البلد. هو ده حالنا، ولازم كلنا نفتكر احنا بدأنا من فين، والنهاردة مع كل التحديات الهائلة اللي موجودة، مع ظروف احنا مكناش مسؤولين عنها زي ظرف زي كورونا، زي ظرف زي الأزمة الأوكرانية اللي موجودة النهاردة، ما زالت الحمد لله الدولة المصرية قادرة على الإنتاج والتنمية والتقدم بأرقام العالم كله بيقول البلد دي بتعمل شيء. التحديات موجودة، ما زالت التحديات موجودة بالتأكيد وحتظل موجودة، وعشان نبني بلدنا محتاجين نفضل نبني ونشتغل بهذا الحجم إلى عشرات السنين أيضا عشان البلد دي فعلا تبقى محطوطة من ضمن مصاف الدول. المهم إن احنا ما نتوقفش، لأن التوقف معناها إن احنا بنفقد كل اللي احنا عملناه على مدار الفترة الماضية. أنا آسف فنم إذا كنت طولت. لا شكرا جزيلا. إذن موضوع حياة كريمة اللي احنا بنتكلم فيه بنقول تضمن الدولة انعكاسا مباشرا لمعدلات النمو على المواطن الأكثر احتياجا في الريف المصري، ولضمان تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادى بها المصريين في يناير 2011 ويونيو 2013، فقد تم إقرار حزمة معتبرة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتوفير مظلة آمنة للفئات الأكثر احتياجا. ولم تنحصر جهود الدولة في المجال الاقتصادي فقط، إنما سعت الدولة المصرية إلى ترسيخ مفهوم امتلاك القدرة، فطورت ودعمت قدراتها الأمنية والعسكرية، وكانت تلك ضرورة حتمية وسط إقليم تعصف به رياح الاضطراب والصراع وقد باتت هذه القدرات اليوم ضماناً لحماية مقدرات هذا الوطن وظهيراً لاستقراره. كما نجحت الدولة المصرية في إعادة رسم أنماط علاقاتها الدولية والإقليمية بناء على مفهوم الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة والدفاع عن الأمن القومي المصري بدوائره القريبة والبعيدة. السيدات والسادة، الشعب المصري العظيم، كل مشاهد ومراقب لتطور الدولة المصرية منذ 2014 وحتى اليوم يمكنه أن يسرد قصة أمة عظيمة استطاعت في أقل من عقد من الزمان أن تحمي نفسها من السقوط، وتحول مكر الذين أرادوا لها الفشل إلى إرادة وعزيمة لتتحول إلى دولة رائدة في إقليمها، شابة في أحلامها، قوية بأبنائها، لم تنل منهم تهديدات الإرهاب أو تشكيك وكذب من هنا وهناك. واليوم يواجه العالم ومصر أزمة عالمية مركبة ناجمة عن الآثار التي خلفتها جائحة كورونا وعواقب الصراع الروسي الأوكراني. تلك الأزمة التي تسببت في ارتفاع مستويات التضخم العالمية وحالة من الكساد التجاري وأزمة في سلاسل الإمداد، ومصر تواجه هذه الأزمة التي ألمت بالعالم بقدرات متطورة وخطة عمل فاعلة عكفت على أعدادها الحكومة وكافة أجهزة مؤسسات الدولة بحيث تتحول هذه الأزمة إلى فرص لتطوير وتنمية الاقتصاد المصري. أنا عايز أقول لكم على حاجة،
أكتر حاجة كانت الناس بتتكلم فيها في الفترة اللي فاتت دي السلع الأساسية اللي هي الحاجات الناس اليومية اللي ما نقدرش أبدا حد يستغنى عنها. أنا عايز أقول لكم إن إحنا 2014 و15 خدنا قرار إن الدولة المصرية يكون مخزنها الاستراتيجي ما لا يقل عن 6 شهور، وتحطت الموارد لهذا الأمر. إحنا ما كناش شايفين ساعتها إن ممكن هيبقى في أزمة زي اللي إحنا بنشوفها دي وهنضطر إن إحنا نجابها، ويا ترى مخزوننا يكفي ولا ما يكفيش. لما بنتكلم على إن القمح اللي موجود عندنا النهاردة أو اللي هيتم حصاده على الأراضي المصرية، على الأراضي المصرية مش هنجيبه من بره، يكفينا حتى نهاية هذا العام 9 شهور. 9 شهور الأرز، أنا مش بس يعني مش عايز، الأرز موجود معانا وعندنا اكتفاء ذاتي فيه. السكر يمكن خلال يعني على نهاية العام العام ده، مش كده ولا أنا ناسي، هنكون مؤاخذة حتى السكر بقى فيه اكتفاء ذاتي. اللي أنا عايز أقوله إيه؟ اتفضل استريح. اللي أنا عايز أقوله أنت مفيش مشكلة، مفيش مشكلة حقيقية تخوفنا. آه في عندنا أزمة اقتصادية، لكن إحنا قادرين نسيطر ونتعايش معها. أيوة عندنا حاجتنا، أيوة على أراضينا، أيوة. وهتشوفوا خلال الفترة القادمة ديت زي ما رحنا توشكا كده، وإن شاء الله خلال شهر 5 ده توقيت الحصاد في مستقبل مصر مع الإنتاج لأبناء مصر من في الريف. أنا بتكلم على القمح وبتكلم على سلع أخرى أساسية، ما عندناش مشكلة. وبنقول الكلام دوت عشان مش نطمنكم، ده الواقع اللي احنا بنحب بس نقوله أو نحطه قدام كل المصريين. العام مع الوضع في الاعتبار العمل من أجل تقليل الآثار المباشرة على المواطن قدر الإمكان من خلال التنسيق والتعاون بين الدولة ومؤسساتها من جهة، ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية من جهة أخرى، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررا. شعب مصر العظيم، إن تضحيات المصريين وأحلامهم هي ضمان بقاء أمتنا العظيمة. ومثلما عبرنا معا التحديات السابقة، سنعبر ونجتاز أيضا التحديات الحالية. وفي ذلك الحضور من ممثلي الشعب الذين اجتمعوا على مائدة الأسرة المصرية، أعلن لكم بكلمات واضحة وبلسان مصري مبين بأننا نجدد العهد بأن تجمعنا المساحات المشتركة في وطننا الغالي لنبني مصر المستقبل. وفي سبيل تحقيق ذلك أؤكد لكم بأنني قررت ما يلي. أولاً، تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تشمل تنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والتحول الرقمي، وتوجيه كل الدعم اللازم للمستثمرين المصريين في كافة المجالات السياحية والصناعية والزراعية والتطوير العقاري والتحول الرقمي. ثانياً، إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات. بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين، وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين. ثالثاً، تكليف أجهزة ومؤسسات الدولة بالاستمرار في دعم مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التي نفذتها خلال الشهرين الماضيين، لتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لعدد 9 ملايين أسرة، مع قيام الحكومة بدعم التحالف بقيمة 9 مليارات جنيه حتى نهاية العام الجاري. ودعوني في هذا الجمع الكريم أن أتقدم لجميع أعضاء هذا التحالف من جمعيات ومؤسسات بالتحية والتقدير على الجهد المبذول والتنسيق والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لإنجاح هذا النموذج الناجح للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني. رابعاً، انطلاقاً من الإعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، فإنني أدعو كافة الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،
ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة. خامساً، تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، وبما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح. سادساً، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة. ولا أخفي عليكم سعادتي البالغة في خروج دفعات لعدد من أبنائنا الذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية، وأقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميعا، وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. سابعاً، تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال المعارض المختلفة التي تم إقامتها على مستوى محافظات الجمهورية، باستمرار عمل هذه المعارض لتقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري. ثامناً، تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصياً مع وعد بقيامي بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية. وأنا عايز أقول لكم هنا برضو، في حواري مع الإعلاميين تكلمت على موضوع الإصلاح السياسي، وقلت هل هذا الموضوع كان في بالنا ولا لا، كنا نستهدفه ولا لا، عايزين نعمله ولا لا. لا طبعا، أنا على المستوى الشخصي كنت حريص على هذا الأمر، ولكن يمكن الأولويات كانت مأجلة الموضوع ده شوية. لكن دلوقتي أنا بقول إن إحنا بنطلقه وبنتيح الحوار والنقاش لكل القوى بدون استثناء أو تمييز، القوى السياسية بدون استثناء أو تمييز، وأيضا بعد ما يبقى فيه مخرجات معينة هذا الأمر يعرض على مجلس الشعب، على البرلمان آسف، وعلى مجلس الشيوخ، عشان يبقى الإقرار أو القوانين المطلوبة أو مزيد من النقاش فيه يتم العمل عليه. احنا محتاجين نعمل ده دلوقتي بعد المرحلة اللي احنا عملناها، لما قلنا ان الدولة المصرية خلاص احنا في اطلاق للجمهورية الجديدة، وبالتالي لابد ان يكون ده ضمن المفردات اللي احنا نتقدم بيها عند اعلان الجمهورية الجديدة، واتمنى التوفيق في هذا الامر. يعني تاسعا، قيام الحكومة بالاعلان عن خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وكذا عجز الموازنة على مدار الأربع سنوات القادمة. عاشراً، قيام الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية تهدف إلى مضاعفة أحجام وأعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية والمستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات المختلفة. الحادي عشر، تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات. الثاني عشر، قيام الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، ومن ضمنها شركات مملوكة للقوات المسلحة، وذلك قبل نهاية هذا العام. الثالث عشر، استكمال سداد المديونية الخاصة لعدد 700 من الغارمين والغارمات المتواجدين في السجون بتكلفة مالية تصل إلى 45 مليون جنيه لإخلاء سبيلهم، وذلك كدفعة أولى من المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم، والعمل على دمجهم في الحياة العامة وتمكينهم اقتصادياً.
وفي نهاية حديثي وسط هذا الجمع الكريم الثري من أبناء شعب مصر العظيم، وأؤكد لكم جميعاً بأن هذا الوطن العزيز أقوى مما يتصور المتربصون به، وأغنى مما يظن المشككين فيه، ومصرنا الغالية القوية التي تخطو خطواتها الأولى لتدشين الجمهورية الجديدة إنما هي قادرة على تخطي الصعاب وإحالة التحديات إلى فرص. مصر الجديدة هي دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية. مصر التي خضبت دماء الشهداء أرضها الطيبة وصنع مجدها سواعد أبنائها وزرع لها الأمل فلاحوها ويصنع لها المستقبل عمالها وتشع بالنور ثقافة وفناً وعلماً بعقول علمائها. مصر الوطن الذي تردد له وبه دائماً تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية شكراً جزيلاً، مرة ثانية بشكركم، وأنا شايف الأستاذ حمدين أهلاً وسهلاً وكل اللي موجودين برحب بيكم، كل سنة وانتم طيبين وسعداء بوجودكم معانا. شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.